نبدأ معاك كالعادة الموسم التاريخي اللي عامله النادي الأهلي حتى الآن، الحقيقة وخمس بطولات في 8-9 شهور. الحقيقة موسم انتهى بحلو ما فيهوش مر الحقيقة، حتى يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كل المباريات. فبالتالي كيف ترى هذا الموسم التاريخي الحقيقة وما به من إنجازات تاريخية؟ أكيد يا كابتن، على مدار السنين الأخيرة أنا بقول إن ده دايما موسم استثنائي كجيل حالي موجود داخل النادي الاهلي من اللعيبه، زائد انا بشوف النادي الاهلي كسب مدير فني ذكي جدا ذو خبرات كبيره جدا. أنا بشوف ان هو حقق العلامه الكامله على مدار الموسم، راجل بيحرز كل البطولات مع جيل حالي، بشوف من احسن الاجيال على مدار تاريخ النادي الاهلي، زائد انجازات كبيره تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وتوفير الاستقرار داخل النادي مع بعض القرارات. انا بشوف ان هي بتضيف على مدار الموسم، قرارات مجلس الاداره بتضيف للجهاز الفني الجهاز الفني واللعيبه على ما اعتقد، مع التجديد لبعض اللعيبه مع استقطاب بعض اللعيبه اللي بتضيف لسكواد النادي الاهلي، اعتقد ان موسم استثنائي اللي يحسب لكل المنظومه بشكل عام.